طيب اخيرا يا كابتن سيد، انت بتكتب على تويتر كتير قوي، ايه الاخبار؟ لا، كويس قوي انت اتكلمت في الموضوع ده. انا اللي عندي فيسبوك اساسا، ولا عندي تويتر، ولا عندي انستغرام، ولا عندي اي حاجه خاصه بالكلام السوشيال ميديا خالص يا جماعه، يعني مع احترامي الكامل لاي حد، عشان ما يبقاش فيه فتره ممكن يبقى فيها ازمه او فيها حدوته او فيها حدث واحد يطلع بكلام، يعني اعتقد ان ده ما يصحش ابدا. انا ما عنديش اي حاجه خاصه بيع على السوشيال ميديا خالص، يعني سواء كانت تويتر او فيسبوك او انستجرام، ما عنديش اي حاجه خالص. لان في اكونت بيكتب باسمك، اعتقد في اكونت بيكتب باسمك على تويتر حاجات كتيره جدا وبتتاخد في كذا ولابس حته البدله بتاعتي ولابس كل حاجه. لا انا ما عنديش خالص يعني، فارجو بس يعني الموضوع ده عشان ما يبقاش يتقلب برضه بحاجات قانونيه، مع احترامي الكامل للي عامل كده، لكن ما يصحش ادبيا ولا مهنيا حتى، يعني ممكن الموضوع ده يبقى فيه اراء مختلطه. انا ما عنديش حاجه خالص يا جماعه، ارجو بس بعرف ان اي حاجه منسوبه ليا خاصه بالحاجات اللي انا قلناها ديت مش بتاعتي خالص. تمام. كابتن سيد، هتسافر الجزائر امتى ان شاء الله؟ انا مسافر بعد بكره ان شاء الرحمن، و الفرقة هتسافر يوم الثلاث بإذن الله. الفرقة هتسافر يوم الثلاث والمباراة يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله يا كابتن سيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، معلقا عن